إذا مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان لعشاق دجاج بلدي. فدجاج بلدي نزل الثمن ديالو شيئا ما بعد التساقطات المطرية الأخيرة، فنقصت واحد 15 درهم 20 درهم في الفروج المليح. الفروج المليح ولا داير 110 دراهم 100 درهم شي حاجه مليحه. هذا هو الثمن اللي ولا، والعتوقه المليحه الثمن ديالها ما كيتجاوز 60 درهم. الصوره امامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في، صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر مباشره من نواحي بن سليمان لعشاق الدجاج البلدي. خيرات موجودة تبارك الله، والثمن فالثمن ولا مناسب شيئا ما بعد ما كان الثمن ديالو طالع وطالع شيئا ما. فالحمد لله هاد الأيام الثمن ولا مناسب. الصورة أمامكم فالفروج المليح ما كيتجاوزش الثمن ديالو 110 دراهم 100 درهم شي حاجه مليحه، بعد ما كان واصل حتى 130 درهم خلال الاسابيع الماضيه. الحمد لله، فبعد التساقطات المطريه الدجاج البلدي طاح الثمن ديالو هنا نواحي بن سليمان. نتواجد عند احد البياع والشرايا مربي الدجاج البلدي، العتوقه والفروج كل شيء موجود تبارك الله، والثمن ثمن مناسب. فالفروج المليح وصل ل 120 درهم شي حاجه مليحه، 110 120 120 قليله، كاينه 110 المليح 110، في حين ان العتوقه لا يتجاوز ثمنها الا 60 درهم 50 درهم، وكاين حتى 40 درهم. كاين 40 درهم ياك، كاين 40 درهم، كاين حتى 35 درهم. إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، صباح الخير وصباح النور في هذا البث الصباحي المباشر لعشاق الدجاج البلدي. الخيرات موجودة تبارك الله، والثمن فالثمن رجع شيئا ما بعد التساقطات المطرية الأخيرة ديال الأسبوع الماضي، فرجعت واحد 10 درهم 15 حتى 20 درهم في الفروج. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى لعشاق الدجاج البلدي. الفروج، العتوقة، اللي كيسول على العتوقة، العتوقة هي الدجاجة الصغيرة يعني اللي كتذبح اللي تكال، هي العتوقة كيسميوها الناس ديال الحريفية والبادية العتوقة مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في. والفروج هو الدجاج زعما الذكر ديال 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 الدجاج، هو الفروج البلدي. بحال هذاك الفروج الثمن ديالو 100، شحال الثمن ديالو؟ 100 درهم، 100 درهم ذاك الفروج، 100 درهم فروج مليح تبارك الله، الثمن ديالو 100 درهم. إذا الصورة أمامكم مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، صباح سعيد، صباح النور وصباح الخير في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. نتواجد عند أحد البياع والشرايا الخاصين في بيع الدجاج البلدي ومربي الدجاج البلدي. خيرات تبارك الله، كل شيء كتلقاه، تلقى العتوقة، تلقى الحمام، تلقى الدجاج، تلقى الفروج، تلقى أيضا العجل، كل شيء موجود. والأثمنة مختلفة، الملاحظة الوحيدة اللي كاينة هو هذا الأسبوع، بداية الأسبوع تقريبا من الاثنين، الدجاج رجع شيئا ما البلدي. فالفروج المليح ولا ساوي 110 درهم 100 درهم، بعد ما كان ساوي الثمن ديالو 130 درهم، يعني نقصت واحد 20 درهم 15 درهم اللي نقصات. الحمد لله، هذا من فضل ربي وفضل هذه الامطار الاخيره اللي تساقطت على بلادنا ان شاء الله. هذا الشهر هو شهر ديال المسرات والافراح المغاربه، بعد ما فرحنا بالتساقطات المطريه الاخيره مازال كنفرحوا بالمنتخب الوطني المغربي اللي كيقدم مستويات كبيره في كاس العالم قطر 2022. إذا الصورة أمامكم مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، خيرات أمامكم، جميع أنواع الدجاج البلدي موجودة هنا، أشكال وأنواع ديال الدجاج البلدي، خيرات موجودة، وداكشي جودة عالية والثمن مناسب.
فالفروج المليح وصل الثمن ديالو 100 درهم 110 درهم 100 درهم 110، والعتوقه وصل الثمن ديالها 60 درهم. شوفوا معايا انواع واشكال، نخليكم مع هاد الصور ومع هاد المناظر ديال الدجاج البلدي تبارك الله، اشكال وانواع والوان. شوفوا معايا فالعتوقه بحال هاد العتوقه 40 درهم اللي امامكم، هاد الكحله 40 درهم، وهاد الفروج 100 درهم. هذا هو اللي قال لي 100 درهم الثمن ديالو، فروج مليح تبارك الله الثمن ديالو 100 درهم. إذن الصورة أمامكم مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، قليا إلا نودعكم بعد ما كنت معاكم في نقل مباشر مباشرة من إحدى الضيعات مخصصة لتربية الدجاج البلدي والحجل، أيضا الحمام، كل شيء موجود، الحاجة البلدية موجودة، والثمن ديال الدجاج نزل شيئا ما. ففروج مليح كيسوى 100 درهم 110 درهم، شي حاجه مليحه، في حين ان العتوقه الثمن ديالها 60 درهم 50 درهم، وواصل الثمن ديالها حتى ل 35 درهم بحال هاد العتوقه الكحله الثمن ديالها 35 درهم. اذا ما بقى لي الا نودعكم مشاهدي قناه شوف تي في، دمتم في رعايه الله، نلتقي في بث مباشر اخر ان شاء الله ومع موضوع اخر. الى اللقاء مشاهدينا الكرام.